لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى ماكنزي: إيران تضغط سياسيا على بغداد لإخراج القوات الأمريكية. في صحيفة العرب اللندنية: أحزاب شيعية تشد الوتر الطائفي في كركوك لغايات انتخابية. في موقع الهيئة نت: إقرار حكومي، موازنة العام المقبل تقشفية بلا تعيينات جديدة أو مشاريع استثمارية. في صحيفة الزمان: العراق استمرار تصاعد الإصابة وسط انخفاض مستوى الوفيات بكورونا. في العربي الجديد: السفير الفلسطيني يغادر البحرين عقب استدعائه في ضوء إعلان التطبيع. في القدس العربي: احتجاجات على إعدام إيران، المصارع أفكاري بعد إدانته بالقتل خلال تظاهرات 2018. وفي الشرق الأوسط: شبح العزل يخيم من جديد على أوروبا مع تصاعد الإصابات بكورونا. السلام عليكم. يتجه العراق كما تريد أدوات العملية السياسية نحو إجراء انتخابات مبكرة تسعى فيها الأحزاب إلى إعادة تكوين نفسها وتحسين صورتها وخداع الجماهير مرة أخرى. أياد العناز يرى في صحيفة البصائر أن الأمر الآن أصبح أكثر وضوحا أمام الرأي العام في العراق، فالمواطن العراقي أيقن أنه سيذهب إلى المجهول القادم إذا استمرت ماكنة العملية السياسية باتجاه انتخابات صورية تخدم آلية وبقاء هذه الأحزاب وديموم سيطرتها وهيمنتها على الأوضاع العامة في البلاد. إن قيام مجلس النواب بمناقشة قانون الانتخابات الحالي إنما جاء بضغط وإصرار شعبي كبير تبنته ثورة تشرين، ولم تكن هي رغبة الأحزاب، لأنها ترى أن بناء صورة المشهد السياسي كما هو إنما يخدم مصالحها وأهدافها. الصراع الذي يجري الآن حول موضوع الدوائر الانتخابية، وهل ستؤول إلى إقرار دوائر انتخابية متعددة للمحافظات أم أن المحافظة الواحدة ستكون دائرة انتخابية واحدة؟ وفي كل الحالات ستعمل هذه الأحزاب وأدواتها على إبقاء الحال كما هو، حتى وإن استخدمت فكرة تعدد الدوائر والتي تسعى فيها النخب الشبابية إلى تصعيد عملية التغيير أو إيقاف التأثير الذي تستخدمه الأحزاب في سيطرتها على الدائرة الواحدة عبر العديد من مرشحيها أو شراء الذمم باستخدام المال السياسي. لا يخفى أن مفوضية الانتخابات ليس لديها الاستقلالية التامة ولا تزال خاضعة للأحزاب السياسية، ولا يوجد ما يمنع عملية التزوير في الانتخابات القادمة وسرقة واغتيال صوت الجماهير الحقيقي. إن من يعول على المجتمع الدولي ومشاركة الأمم المتحدة في الإشراف على سير الانتخابات أنه سيحصل على نتائج أفضل وصورة أبهى فهو في وهم كبير، لأن جميع الأدوار التي قامت بها الأمم المتحدة عبر منظماتها ومكاتبها وممثليها في بغداد كانت تبارك سير العمليات الانتخابية. الكاتب يرى أن سمة الانتخابات في العراق ستبقى بعيدة عن آمال وطموحات الشعب العراقي وسعيه للتغيير الشامل الذي لا يتم إلا عبر استمرار ثورة تشرين وتصعيد أهدافها ورفضها للأحزاب والحركات والكتل السياسية التي ستعمل على إيجاد الذرائع وتعويق عملية المناقشة الجادة لأي تغيير داخل مجلس النواب يخالف مصالحها ومنافعها الفئوية الحزبية وهيمنتها على السلطة في العراق. تحول العراق إلى مستودع كبير للسلاح المنفلت، فمنذ عام 2003 تسعى الحكومات المتعاقبة أن تحصر هذا السلاح المنفلت بيد الدولة من دون جدوى أو لأنها لا تملك قرارا حازما بذلك. شاكر نوري يرى في موقع العين الإخبارية أن ما قام به الكاظمي فيما يخص السلاح المنفلت هو أشبه بوضع مساحيق تجميل خفيفة على وجه بشع وقبيح للغاية،
فسلاح المنفلت ليس بيد العصابات والمافيات والعشائر فقط، بل بيد الميليشيات التي تغولت إلى درجة صارت أقوى من القوات الحكومية. أصبح السلاح في العراق تجارة رابحة لا يوجد أي قانون ينظمها، بل تتحكم فيه العصابات والمافيات، ولا يزال السلاح بيد مجموعات خارجة على القانون، لكنها موجودة على شكل ميليشيات تعتبر نفسها سياسية في عملية خداع واضحة متوارية، وغالبا وراء رموز مذهبية ودينية تتستر بها. يبدو أن سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية ليس الهدف منها جني الأموال فقط، بل تسهيل عمليات إدخال السلاح المنفلت إلى العراق. وتفشي السلاح يدل على ضعف الدولة وأجهزتها الأمنية، وسيطرة الميليشيات على عمليات تهريب الأموال مثل بيع النفط وتهريبه الذي يدر مئات الملايين من الدولارات عليها ويغذيها. العملية التي قام بها الكاظمي لم تعالج سلاح هذه الميليشيات، بل عالجت سلاح العصابات والمافيات الصغيرة وبعض العشائر، من دون أن يذهب إلى المهمة الأساسية وهي سلاح الميليشيات التي بلغ عددها نحو أكثر من 50 تنظيماً مسلحاً بأسلحة خفيفة ومتوسطة. وهذه الميليشيات تهدد الدولة في أكبر تغول لها، حتى أصبحت أكبر من حجم الدولة بذريعة العمل السياسي. إن انفلات السلاح هو جزء من الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية، وبدل أن تساهم الأموال في بناء الاقتصاد الوطني المتهاوي، تذهب إلى جيوب الميليشيات المدعومة من إيران. ويختتم الكاتب بالقول إن مهمة الكاظمي في حصر السلاح بيد الدولة ليس من السهل تحقيقها بالتصريحات والزيارات، فقضية السلاح المنفلت لدى الميليشيات الموالية لإيران تعود إلى بداية الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003. في ظل انتشار فوضى السلاح، فلا بناء ولا تعمير ولا استقرار ولا أمن ولا أمان ولا دولة، ولا تكون الكلمة العليا سوى لمن يمتلك سلاحاً أكثر وسلاحاً أقوى، سواء كان جماعة إرهابية أو ميليشيات موالية للخارج أو عشيرة. محمود حسونة يرى في صحيفة الخليج الإماراتية أن العراق يعيش الآن في ظل إرهاب السلاح المنفلت. تحول العراق إلى دولة منفلتة السلاح ومتعددة الولاءات وحاضنة الميليشيات لم يكن أمراً عبثياً، فقد كان الهدف هدمه تماماً، ولكي يتحقق ذلك كان من أوائل قرارات بول بريمر الحاكم الذي عينه جورج بوش الابن بعد أن وضعت أمريكا يدها على العراق هو حل القوات المسلحة العراقية وإلغاء عدد من أجهزة الأمن، وهو ما خلق حالة من الفوضى، وفرت مناخاً أمام العصابات والميليشيات للسطو على ما تطاله يداها من أسلحة وحدات الجيش، وفتحت الباب أمام المستفيدين من هدم الدولة العراقية لتزويد مواليهم بكل أدوات القتل والتدمير وبكل ما يسهم في إحياء الفكر الطائفي الذي كان في حالة سبات إجباري قبل الاحتلال الأمريكي، لتكون النتيجة ما نرى العراق عليه منذ عام 2003 وحتى اليوم. حكومة الكاظمي ليست أول حكومة عراقية تدرك مخاطر السلاح المنفلت على الدولة، فقد سبقتها حكومات في ذلك، لكنهم تعاملوا مع هذا الملف الشائك باستهانة. السلاح المنفلت ليس داء العراق وحده، ولكنه داء أصاب العديد من دولنا العربية، وأصبح المهدد الأكبر لوحدة ليبيا، وفيه غرقت سوريا سنوات وسنوات، وهو الوجع الذي أصاب لبنان منذ الحرب الأهلية، وهو الذي فرق اليمنيين وجعل منهم شيعا وجماعات مختلفة الانتماء والولاء. وبحسب الكاتب فإن عالمنا العربي لا يستقر إلا بالقضاء على السلاح المنفلت وبالإيمان بأن الدولة القوية هي التي تملك جيشا قويا يستحوذ على كل السلاح فيها، ولا يسمح لأي فصيل أو جماعة أو ميليشيات أو عشيرة بأن تنافسه تسلحا وقوة. لم يكن مفاجئاً رفض جامعة الدول العربية خلال الاجتماع العادي الذي عقد قبل أيام على مستوى وزراء الخارجية مشروع القرار الفلسطيني بإدانة التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي. حسام كنفاني يقول في صحيفة العربي الجديد إن المفاجئ هو التعويل الفلسطيني على أي قرار عربي، لا سيما أن من المفترض أن القيادة الفلسطينية تدرك أكثر من غيرها ألا قيمة مطلقة لأي قرار يصدر من الجامعة العربية. كان الجميع مدركاً أن هناك تواطؤاً عربياً على القضية الفلسطينية،
وهو أمر قديم جدا من عمر هذه القضية، وتبلور بشكل أكبر مع وصول ترامب إلى الرئاسة الأمريكية وطرحه مشروع صفقة القرن التي باركتها بعض الدول العربية. لكن لم يكن من المتصور أن يصبح هذا التواطؤ بهذا الشكل الوقح والعلني، وليس من دول بعينها كان متوقعاً أن تسلك هذا السلوك، بل من معظم الدول العربية، ومنها من يتشدق بشكل دائم بدعم القضية الفلسطينية. ما شهده الشهر الأخير بالنسبة إلى الاتفاق الإماراتي الصهيوني والانضمام البحريني إليه، وما سنشهده خلال التوقيع على الاتفاق الثلاثاء المقبل في واشنطن، ومن سيحضر هذا التوقيع، سيفتح الباب أمام مرحلة عربية جديدة مما يمكن تسميته شفافية التواطؤ. فلم تعد هناك حاجة للعمل في الخفاء ضد هذه القضية أو تلك، وخصوصا القضية الفلسطينية، فاللعب أصبح على المكشوف، ولا شيء ليتم إخفاؤه أو العمل عليه في الكواليس وخلف الستائر، فالكل أصبح على المسرح وأمام الجمهور. هذا الواقع العربي الجديد يبدو أنه سيكون شاملاً وليس حكراً على دولة بعينها، وهو ما يمكن استنباطه من تجنب الغالبية العظمى من الدول العربية إدانة التطبيع الإماراتي البحريني مع الكيان الصهيوني. ويختتم الكاتب بالقول إن هذه الشفافية في التواطؤ العربي والذي لمسته القيادة الفلسطينية بشكل مباشر في اجتماع الجامعة العربية يتطلب من هذه القيادات أو القيادة خطوات فعلية لمحاولة حماية ما تبقى من القضية الفلسطينية. قال صحيفة لوموند الفرنسية إن مفاوضات السلام الأفغانية التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة ويحضرها وزير الخارجية الأمريكي ستكون مشحونة، مشيرة إلى أن حركة طالبان لطالما رفضت الدخول في حوار مع السلطات في كابول التي لطالما أطلقت عليها اسم دوما واشنطن. وبالإضافة إلى ذلك، فمن الواضح أن وفد الحركة أتى إلى الدوحة وهو في موقف قوة. الصحيفة أضافت أن الدبلوماسيين الغربيين في العاصمة الأفغانية كابول قلقون بالفعل بشأن محتوى هذا اللقاء الذي وصفه الرئيس الأمريكي ترامب بالتاريخي. فالرئيس الأفغاني أشرف غني قدم تنازلات بشكل متكرر خلال المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان التي بدأت في صيف عام 2018 وتم استبعاده منها، وبعد ذلك رفض أي فكرة عن الإفراج المبكر عن سجناء طالبان معتبرا أن كابول لم تكن مرتبطة بهذا القرار، لكنه استسلم أخيرا للضغوط الأمريكية الطالبانية مما دفعه للإفراج عن آخر 400 معتقل من قائمة تضم 5000 اسم. وتشير الصحيفة إلى أن الجانبين اتفقا على المناقشة دون وجود وسيط، مما يعني أننا سنكون أمام وفدين غير متوازنين، موضحة أن حركة طالبان تقدم انسجاما تكتيكيا كبيرا وقيادة منظمة في الوقت الذي يصل فيه نظام كابول إلى الدوحة وهو في وضعية ضعف مشتت بسبب الخلافات الداخلية. وتابعت الصحيفة القول إنه إذا كان الرئيس ترامب قد بدا حريصا لأسباب انتخابية على سحب جنوده من أفغانستان، فإنه يجب على المجتمع الدولي الآن التعامل مع طالبان التي هي في موقع قوة حاليا لعدم قدرته على ضربها عسكريا، وذلك من أجل إعادة بناء مؤسسات أفغانية قوية. وأوضحت الصحيفة أن احتمال عودة أولئك الذين أطيح بهم في نهاية عام 2001 إلى السلطة يثير مسألة تمويل السلام الأفغاني، فالأمم المتحدة كانت قد خططت لتنظيم مؤتمر دولي جديد في جنيف في تشرين الثاني المقبل لجمع الأموال اللازمة لتحقيق الاستقرار في أفغانستان. ومع افتتاح حوار السلام بين الأفغان في الدوحة بدأ أن هناك بعض الغموض الذي يكتنف عقد هذا الاجتماع وكيفية هذا الدعم المالي. ناقش صحيفة الاندبندنت البريطانية تداعيات الحروب الأمريكية على الإرهاب، ونشرت مقالا لمراسلها المختص بشؤون الشرق الأوسط باتريك كوبرن، يقول فيه إن الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة على الإرهاب في عقاب هجمات 11 من سبتمبر أيلول هي التي أدت في النهاية إلى تشريد أكثر من 37 مليون إنسان، وهذا هو السبب الحقيقي لأزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا.
الكاتب يشير إلى أن هناك افتراضاً في الغرب يعتبر أنه من الطبيعي في الحروب أن يفر الناس من منازلهم، كما يهربون أيضاً من الحياة في الدول الفاشلة إلى دول أكثر استقراراً وأفضل إدارة. ويضيف أن ما نشاهده حقيقة في تلك القوارب المطاطية الرثة التي يتلاعب بها الموج في القناة الإنجليزي حاملة على متنها عشرات المهاجرين هو مجرد رأس الحربة فقط في الهروب الكبير للناس الذين تسببت فيه التدخلات العسكرية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها كنتيجة لهجمات 11 من سبتمبر التي شنها تنظيم القاعدة. ويعرج الكاتب على مشروع ثمن الحرب الذي يتبناه معهد واتسون للشؤون الدولية، والذي يحصي بشكل علمي للمرة الأولى عدد المهاجرين الذين نزحوا عن بلادهم بسبب العنف، حيث نزح 37 مليون شخص على الأقل عن بلادهم خلال الحروب التي شنتها واشنطن أو شاركت فيها منذ عام 2001. ويضيف الكاتب أن المشروع كشف أيضاً عن أنه من بين هؤلاء هاجر 8 ملايين إلى خارج بلادهم، بينما نزح 29 مليوناً إلى مناطق أخرى داخل بلادهم، وذلك خلال 8 حروب أخضعها المشروع للدراسة في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال وشمال شرق باكستان والفلبين. ويشير الكاتب إلى أن الرغبة في شن الحروب واستمرارها ربما كانت لتتحجم لو كان الساسة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يدفعون ثمنا سياسيا لها، لكن لسوء الحظ لم يفهم الناخبون في تلك الدول أبدا أن الزخم في أعداد المهاجرين الذين يعترضون عليه في بلادهم يعود أصلا إلى تشريد ملايين الناس في الحروب التي أعقبت هجمات 11 من سبتمبر. تمكن شاب عراقي من مدينة الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين وبجهود ذاتية بسيطة من تطوير آلية تشغيل محرك ديزل من الطريقة اليدوية الميكانيكية إلى التشغيل الإلكتروني باللمس عبر الهاتف بحسب ما نشره موقع الجزيرة نت. وقال الشاب محمد عزيز العميري الطالب في كلية هندسة النفط في جامعة تكريت إنه لجأ إلى إعادة برمجة تشغيل محرك ماكينة الديزل نوع ليستر لتسهيل تشغيل هذا المحرك الذي يحتاج إلى جهد وطاقة كبيرة لتشغيله، مبينا أنه برمج الشريحة بمشروع من عدة مراحل ليتمكن من تشغيل المحرك عبر الهاتف النقال. واستطاع محمد العميري الحاصل على درع التميز العلمي برمجة سيارة والده نوع بيكاب نيسان 2001 ليتمكن من تشغيل محركها عبر الهاتف النقال بلمسة واحدة. وعبر أقارب العميري عن سعادتهم بموهبته وعقليته التقنية الفذة وبما قام به من جهد تقني في تطوير آلية تشغل المحرك الذي يستخدم بشكل كبير في المناطق الزراعية لاستخراج المياه الجوفية من تحت الأرض. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.